خلينا نذهب سريعا الى ارضيه ملعب استاد اسوان مع الزميلين العزيزين مجدي الشربيني واحمد عبد الملك. مساء الخير يا مجدي. مساء الخير يا احمد، وان شاء الله يكون يوم موفق وجميل عليكم جميعا وعلى كل الناس في شمس اسوان الجميله. اعتقد درجه حراره 26 درجه مئويه. نبدا بمجدي الشربيني واخر المستجدات بالنسبه لنادي اسوان. اتفضل يا مجدي. تحياتي ليك كابتن شوبير من الباب العالي للحضاره والتاريخ، بلد السحر والجمال. النهارده الصعيد كله في عيد باستضافه نادي اسوان الى النادي الاهلي، مرورا بكورنيش النيل الى هنا. جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي اسوان ترتدي التيشيرتات الخاصه بكل فريق والاعلام. اعتقد انها ليله سعيده جدا على محافظه اسوان. أجواء مختلفة تماما يا كابتن شوبير. هنا حضر فريق أسوان إلى أرضية الملعب منذ ساعة تقريبا، اتجهوا إلى غرفة خلع الملابس، محاضرة نفسية فنية طلبهم فيها الكابتن أيمن الرمادي بإنجاز جديد أمام أحد قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي الكبير. كابتن شوبير لو اتكلمنا عن غياباتهم النهارده، ديلسون وإسلام سليمان وعبد العزيز موسى، أما عن الملعب فحدث ولا حرج. النهارده هيكون على هامش هذا اللقاء إنهاء مسيرة اللاعب الجميل عمرو الحلواني هنا أمام النادي الأهلي، بيته اللي تربى فيه والنادي اللي تألق فيه نادي أسوان. أما عن الجماهير فهناك جماهير النادي الأهلي اللي أغلقت تماما التالتة الشمال خلف المرمى الخاص بالنادي الأهلي، وجماهير أسوان اللي حضرت للساعة 11 تقريبا هنا لأرضية الملعب، واعتقد أنه قفلوا كمان نصف الملعب. خلينا نتكلم عن الأمن يا كابتن شوبير. الأمن ولا أروع ولا أجمل من كده خارج الاستاد، سهولة كبيرة جدا في دخول الجماهير اللي سمحوا لهم كمان أن هم يدخلوا بكل أدوات التشجيع، و مقصورة تضم كبار رجال الدولة هنا في أسوان. كابتن شوبير أعتقد أنها كل ليلة سعيدة جدا خصوصا على نادي أسوان وجماهير الصعيد بوجود النادي الأهلي. دي كل كواليسنا وأخبارنا من هنا من استاد أسوان بلد السحر، والكلمة لحضرتك كابتن شوبير. بشكرك يا مجدي، شكرا جزيلا. ولفتة جميلة من نادي أسوان بتكريم عمرو الحلواني قبل بداية المباراة، وتقليد جميل يا رب يكون موجود في كل الملاعب. إلى أحمد عبد الملك يقول لنا آخر أخبار النادي الأهلي. اتفضل يا أبو حميد. من استاد اسوان ورصد الاجواء، لقاء نادي اسوان والنادي الاهلي في مباراه بالتاكيد كابتن شوبير مهمه لكلا الفريقين. نادي اسوان يريد الاقتراب من المنطقه الدافئه، والنادي الاهلي يريد الاستمرار في مقدمه جدول الدوري العام. لو اتكلمنا عن الامن زي ما قال مجدي كده، تواجد امني مكثف من قبل امن نادي اسوان وامن اسوان، ممنوع دخول اي فرد الا باصحاب التصاريح الخاصه لدخول المباراه. اتكلمنا عن النادي الاهلي، فالنادي الاهلي وصل لأسوان مباشرة عقب لقاء النادي الهلال السوداني في البطولة الإفريقية. مستر كولر حرص خلال المرة الأخير على محاضرة اللاعبين والتأكيد على أهمية لقاء اليوم وأهمية الفوز على نادي أسوان وتحقيق الثلاث نقاط كونها بطولة منفصلة عن البطولة الإفريقية. مستر كولر تحدث عن نادي أسوان، أكد من الفرق القوية من الفرق المنظمة، الفرق اللي تمتلك لاعبين أكفاء ومميزين في جميع خطوط الملعب. أيضا مستر كولر حرص على تصحيح الأخطاء اللي وقع فيها الفريق في اللقاء الأخير أمام نادي الهلال السوداني، وركز على أمرين. أول أمر هو إهدار الفرص والفاعلية الهجومية، الأمر الثاني هي الأخطاء الدفاعية اللي حذر منها، وبالتأكيد حذر أكثر من الكرات الثابتة على النادي الأهلي. كان هناك جلسة الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين، كابتن سيد تحدث مع اللاعبين على ضرورة عدم الالتفاف للشكاوى المقدمة من النادي الأهلي ضد نادي الهلال، وأكد إن دي مسؤولية الإدارة، مسؤولية إدارية، وأكد على اللاعبين على ضرورة التركيز في الملعب فقط. خليني أقول لك كابتن شوبير إن كان على هامش المعسكر هناك محاضرة فنية للاعبين مع مستر كولر في داخل الفندق، محاضرة بالفيديو مشاهدة اللقاءات الأخيرة لنادي أسوان، الوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف. يغيب عن النادي الأهلي لقاء اليوم كله من عمرو السولية وبرونو سافيو وأيمن أشرف. خليني أقول لك كابتن شوبير إن طاقم التحكيم بقيادة الدولي محمود البنا هو أول من وصل ملعب المباراة، والوصول نزل على الاطمئنان على حاله الملعب وحاله المرمرين. درجه الحراره زي ما حضرتك قلت 26 درجه مئويه، وملعب وارضيه استاد اسوان تظهر في صوره بالتاكيد جميله. ان شاء الله يا كابتن شوبير نتمنى نشوف لقاء ليك باسم وتاريخ كلا الفريقين من استاد اسوان الى استاد مصر. ومتعه التحليل والكابتن احمد شوبير. شكرا جزيلا للزميلين العزيزين مجدي الشربيني واحمد عبد الملك مباشره من استاد اسوان. خلينا